مرحلة النموذج هو أخذ الفكرة هذه لمرحلة أنه يكون في نموذج شغال، تمام؟ الناس تخش عليه، تنزله، يتشغلوا، يجربوا، تطلع بقس، يتم إصلاحها، يعني يتم يعني تطويرها بشكل مستمر. من هنا تبدأ التكاليف، تمام؟ التكاليف قد تكون، يعني في أشخاص ممكن يكونوا يعني هم بيطوروها لأنه عندهم مشاريع قائمة فبيستفيدوا منها، أو أن يكون الموظفين نفسهم ممكن عشان لأنه مرحلة النموذج هي دائما ما عندها سيولة، تمام؟ رأس مالها بسيط، هي قد تكون مشروع بسيط، مشروع شهر شهرين، ما تقدر أنت تأسس عليها موظف وراتب، تمام؟ فمين اللي حيكون موجودين هنا؟ يكون الانترن، الناس اللي بتشتغل بارت تايم، الناس اللي شغالة فريلانس، تمام؟ من جهة، ومن جهة أخرى الشركات اللي تكون مهتمة في المنتج المعين، تمام؟ لأنه في النهاية المنتج هذا لما يطلع الشركة إكس وواي وزد هتاخده وهتطوره وهتطور نسخة خاصة بيه، تمام؟ يفيدها في مشاريعها، يفيدها في إلى آخره، كويس؟ فمرحلة النموذج هذه دائما هتكون هي مرحلة مدفوعة، تمام؟ ولكن مدفوعة التكاليف الأساسية.